معانا استاذ محمود البدوي المحامي بالنقد ورئيس الجمعيه المصريه لمساعده الاحداث وحقوق الانسان. مساء الخير يا فندم واهلا بيك. تحياتي ليكي وتحياتي للاستاذ الغالي استاذ حازم. اهلا وسهلا وبعتذر على الاطاله عليك على الهاتف يا فندم. انا عايزه اعرف من حضرتك بقى، يعني انا هدخل لتفصيل على طول في تقرير هيومن رايتس ووتش لانه هي واحده من اكثر الامور اللي يعني بالنسبه لنا احنا، يعني بالنسبه للمصريين اللي متابعين وعارفين جيدا كيف تسير الامور، مستفزه ومهينه لما يتم اتهام بان هناك عمليه تهجير قسري وهروب لعشرات الالاف من سكان سيناء، ويتم تجاهل انه اولا في يعني خدمات كثيره جدا تقدم لاهالي سيناء، في خدمات طبيه وفي خدمات علاجيه وفي تعامل في منتهى الرقي وفي يعني دايما قنوات اتصال مفتوحه بيننا وبين اهالي سيناء. شايف انه ازاي هذه الاشاره لمساله التهجير القسري ومحاوله الوقيعه بين الدوله المصريه او الجيش المصري وبين اهالي سيناء؟ طبعا انا لا استطيع ان افصل الامر عن السياق العام اللي بتسير عليه منظمه هيومن رايتس ووتش المشبوهه الماجوره التي تعمل بالمال القطري والمال التركي الحرام. منظمه هيومن رايتس ووتش التي سقط عنها غطاء المصداقيه وغطاء نقول عليه المهنيه منذ تقرير احداث صد تجمع رابع العدويه الارهابي، واللي كان سقطه مريعه ليهم حينما تحدثوا عن امور غير موثقه، ومن هنا ابتدت سلسله الاكاذيب الممنهجه في خلط ما هو حقوقي بما هو سياسي، فضاع الامر بين هذا وذاك. هيومن رايتس ووتش قالت على نفسها الا ان توجه كل الاكاذيب وان تصيغ الاكاذيب في اطار حقوقي وتلبسه او في اطار سياسي وتلبسه الثوب الحقوقي، محاوله ادخال الغش على العالم وعلى الجميع، ولكن يعني لن يتم لهم هذا الامر. النهارده هيومن رايتس ووتش التي تتحدث عن تقارير انهم اجروا مقابلات مع ناس حقوقيين وناس مسؤولين وضباط جيش وشرطه سابقين ومسؤولين حكوميين، طيب حضرتك يا مروج النهارده تقدري تقولي لي اسم واحد او شخص واحد من الناس اللي هم بيقولوا التقوا بيهم دول عشان انا اقدر استوثق من مدى صحه هذه المعلومه؟ هم حجبوا اسمائهم ادعاء بانه يعني حتى لا يلحق بهم الاذى او مثلا. لا يا فندم، لا يا فندم، هذه كذبه معروفه. احنا بنقول احنا اتعلمنا على ايد اساتذتنا ومنهم طبعا اللي بيشرفنا بالاستاذ حازم منير اليات الرد والتوثيق الفعال والسليم. النهارده عشان اجي اقول اتكلم على اي وقعه لازم اقول الواقعه دي حصلت امتى وفين ومصدري ايه ويكون عندي توثيق سليم ليها. جميع تقارير هيومن رايتس ووتش تفتقد الى المصداقيه وتفتقد الى الشفافيه وتفتقد الى المعلومه الموثقه. النهارده هيومن رايتس ووتش صعبان عليها هي وكثير من المنظمات او حتى بعض الجرائد زي ما شفنا التايمز من كام يوم ماشي على نفس النهج، صعبان عليهم حاله النهوض الاقتصادي والاجتماعي اللي بتعيشها الدوله المصريه، صعبان عليهم الخطوات الواسعه اللي بتقطعها الدوله المصريه في مسيره استعاده ريادتها تاني مره اخرى سواء في محيطها العربي او محيطها الافريقي او حتى ان هي تتبوأ مكانتها التي تستحقها في العالم ككل. النهارده صعبان عليهم العلاقات القويه التي تقيمها العلاقات القويه والنديه، باكد على انها علاقات قويه ونديه التي تقيمها الدوله المصريه ومختلف القيادات السياسيه الحاليه مع كافه الدول العظمى. مصر النهارده بتقعد راس براس مع كل الدول العظمى وتدير حوار من منطلق انه حوار نديه وحوار قوه. النهارده الدوله المصريه اللي ابتدت تعمل عمليه اصلاح المسار الاقتصادي بتاعها وبتصلح اقتصادها، مصر اللي بتقضي على العشوائيات، مصر النهارده اللي عماله بتعمل بنيه تحتيه وبتعمل شبكه طرق من اعظم شبكات الطرق في العالم كله. النهارده مصر بتخطي خطوات واسعه، ولكن هناك من يتربص بها بعتمه ليل يريد ان يجر مصر مره اخرى الى عصور الفوضى. وفكره كمان الجيش القوي، الجيش المصري القوي اللي بيحقق نجاحات وبيحقق انتصارات. هكملك يا مروك، هكملك في عباره بسيطه في عجاله بس لان وقتنا انتهى للاسف. من يقوم بالقاء نظره من علو كنظره طائر على المنطقه العربيه كلها هيشوف حزام النار وحزام الدمار اللي بيحيط بالمنطقه العربيه كلها، والذي نجت منه الوحيده مصر، عمود الخيمه في المنطقه كلها. مصر استطاعت ان هي تقضي على كل هذا المخطط بتاع تفتيت المفتت واعاده تخطيط المنطقه من جديد. مصر باذن الله ان شاء الله عصيه وقويه طبعا. اعتقد انه الداخل المصري يا استاذ محمد بيعي طبعا كل هذا الكلام لانه نسبه الوعي بقت كبيره جدا عند الشعب المصري. بشكرك جزيلا استاذ محمود البدوي المحامي بالنقد رئيس الجمعيه المصريه لمساعده الاحداث وحقوق الانسان.